الفنون دايما جنون زي ما بيقولوا والافكار المدهشه دايما بتخطف كده العقول والقلوب زي ما احنا شفنا مع حضراتكم على الهوا دلوقتي جوه ميدان العتبه محدش فينا ما عداش على ميدان العتبه ميدان العتبه اكتر الميادين كده زحمه بياعين ومكبرات صوت وزحمه وخلق الله كلهم في ميدان العتبه ميدان العتبه في المسرح القومي والى جوار المسرح القومي مسرح الطليعه اللي احنا شفناه دلوقتي مطرب اوبرالي ومطربه اوبراليه بيغنوا اوبرا جوه ميدان العتبه وسط الناس. الاوبرا ازاي تنزل الشارع، ازاي تبقى بين الناس ونقرب الفنون اللي بيقولوا عليها كده فنون راقيه وفنون النخبه للناس. سؤال مهم جدا في مسرحيه اوبرا العتبه. يعني تخيل كده انت واقف في زحمه العتبه جو حر، بياعين، مكبرات صوت وانت ماشي بقى ومتضايق وتلاقي فجأه يعني اتنين بيغنوا كده غنى اوبرالي الفكره دي جديده جدا نفذوها بجراه صناع مسرحيه اوبرا العتبه وخرجوا بالفعل بالغناء الأوبيرالي ده لوسط العتبه خلونا نعرف ايه اللي حصل الناس استقبلتهم ازاي هم الجراه دي جت لهم ازاي معانا المؤلف والمخرج الفنان هاني عفيفي مخرج ومؤلف العرض منورنا من في الاستوديو انا بحييك على جرأتك دي، أنت منورنا مبدئياً. شكراً ربنا بجد بحييك على الجرأة دي إنك تنزل بفنانين كده وتقفوا في وسط العتبة ولابسين كاستيم زي ما إحنا شفنا وكأننا في مسرح، كأننا في الأوبرا بنتفرج على عرض أوبيرالي لكن جوه يعني شوارع وأروقة العتبة، إحكي لنا كده عن الفكرة جات لك منين؟ هي الفكرة جت من الوضع اللي فيه دلوقتي مسرح الطليعة والمسرح القومي. الوضع الجغرافي والاجتماعي اللي فيه المسرحين بالرجوع لتاريخ المسرحين يعني شافوا اعمال عظيمه وفنانين عظماء على مدار عقود يعني دلوقتي الوضع بقى يعني مزعج جدا بقى المسرحين كانهم في جزيره من وسط المنتجات الصينيه ومكبرات الصوت والازعاج والصخب الرهيب اللي في ميدان العتبه هو الصديق الأستاذ عادل حسان مدير مسرح الطليعة يعني المبادرة كانت بتاعته أنه هو يعني شرفني بالتكليف ان انا اخرج مسرحية من انتاج مسرح الطليعة. لما قعدنا مع بعض هو كان متخيل ان انا ممكن اعمل نص عالمي او اعمل كتاب من التراث لأنه يعني شاف ان انا عملت النوع ده من الأعمال المسرحية والحمد لله نجحت. فأنا قلت له مش معقولة هاجي الطليعة عشان اعمل حاجة كلاسيك وصلت طلايعه حاجه جديدة <applause> حاجه طليعيه زي ما بتقول اه يعني على الاقل مش هقدم يعني انا بيني وبين نفسي في حاجز كبير بان انا اقدم حاجه يعني كلاسيك حتى لو ت او او تجريبيه من نصوص عالميه او كده حسيت انه هبقى بكلم نفسي جوه يعني <applause> فطرحت عليه الفكره يعني مجرد ما قلتها قال لي تمام انا تمام م. يعني ما استناش انه مثلا اقدم له مشروع مفصل او كده بس عرضت عليه الفكره فتحمس جدا وكتر خيره يعني وثق فيا وقعد استحملني فتره طويله على ما اكتب النص لانه الموضوع المشروع بدا بفكره بس انه اطلع فنون نخبويه بره في وسط السوق وكنت محدد الاوبرا م. كنموذج يعني وانه ادخل البياعين جوه المسرح صحيح. فايه اللي هيحصل لو يعني لو خرجنا بالفنون النخبويه دي في وسط الناس انا متاكد انه 95% من الناس اللي في السوق عمرهم ما شافوا مطرب او مطربه اوبرا لايف. عمرهم ما دخلوا اوبرا وشافوا اوبرا يعني يعني هو بالكثير شافوا مسرح ممكن يبقى حد دخل مسرح مره ممكن يبقى شافوا المسرح في التلفزيون لكن أوبرا رد أنا م... فعلهم كان عامل ازاي حاجه عظيمه جدا ان انا بقرب الفنون اللي هي دايما بيقولوا عليها كده فنون الصفوه والنخبه وناس معينه بس هم اللي لازم يروحوا الاوبرا ولابسين لبس يعني معين للناس البسطه رد فعلهم كان عامل ازاي كانوا شايفين المطرب الاوبرالي والمطربه الاوبراليه ازاي هم يعني بيتلموا علينا يبتسموا يعني يتوشوشوا مع بعض يتكلموا علينا اكيد يعني في شويه مفاجاه في الاول بالنسبه للبياعين اللي حوالين المسرح بعد يوم واتنين اتعودوا وخلاص المجانين هيطلعوا بس ودنهم بدات تسمع هو بس أصلا في الموسيقى دي حاجه عالميه يعني يعني صحيح مش فاهمين الكلام والموسيقى غريبه لكن في موسيقى جميله بتعرض عليهم كل يوم في نفس الميعاد لما <applause> في ناس رايحه الزباين بتاعهم يعني والناس اللي رايحه مترو الانفاق والناس اللي جايه من ميدان العتبه نازله المترو او بتشتري منهم بضايع دول بي دول بيتلموا بسعاده يعني بيقعدوا يتجمعوا حوالين المطربين ويسالوا هو ايه اللي بيحصل هو ده ايه هو ده بيحصل كل يوم هو في ايه جوه يعني حصل اول امبارح انه اربعه شباب صغير تحت العشرين شايلين بضايع حزمه وبضايع من البضايع اللي بتتباع بره ووقفوا يتفرجوا هم مستحسنين قوي قربت منهم المخرجه المنفذه انجي اسكندر وقالت لهم مبسوطين قالوا احنا نفسنا ندخل عمرنا ما دخلنا المسرح <applause> <applause> عزمتهم ودخلوا وتصوروا مع البوسترات وكانوا مبسوطين جدا وروحوا هم مبسوطين على العرض بعد الاوبرا وروحوا هم مبسوطين قوي فلحد دلوقتي ردود الافعال ايجابيه جدا ممكن اسالك سؤال هل النوع ده من الفن محتاج اروح للي مستعد له؟ يعني محتاج اللي هيسمعني او اللي هيشوفني يكون مستعد لي انا بالذات انه اوبرا وزي ما انت بتقول انه فن يمكن انا شخصيا انا ما بفهمش الكلام اللي بيتقال معظمه بيع بالايطالي حدش عارف ايه اللي بيتغنى لكن انت معجب بالحاله اللي انت عايشها دي هل محتاج انه او النوع ده من الفن محتاج يوصل لحد مستعد انه يسمعه هو يعني, يعني هو هو يعني للوهله الاولى يتفهم انه قصدنا اننا نقرب الاوبرا من الناس في السوق مم. الحقيقه انه العرض يعني اكبر من كده شويه ايه بقى العرض بيتكلم عن نخبويه الفنون الجميله يعني الاوبرا والباليه والموسيقى الكلاسيكيه والمسرح الكلاسيكي والمسرح غير الكوميدي يعني م. احنا نعرف في التلفزيون تقريبا شكل واحد <applause> من المسرح. فالفنون التشكيليه وغيرها من الفنون النخبويه بقت بعيده عن عن الشارع. م. بقى جمهورها ينحصر في عده الاف في بلد عظيمه وكبيره م. فيها اكثر من 100 مليون في بلد هي اللي عرفت يعني الفن بالظبط يعني م. هي عاصمه الفن في كل المنطقه. فده شيء مؤلم بالنسبه لنا احنا كفنانين او مهتمين جميل. بالفنون الفكره انه لو خرجت الفنون الراقيه دي ناس هتستقبلها ازاي ولو دخلوا البياعين اللي مش مهتمين بالفنون النخبويه دي جوه المسرح هيعملوا ايه هيسمعوا ايه جميل. مشاكلهم ايه بيفكروا ازاي ازاي اثر انحدار الذوق العام جميل. في الشارع على سلوكياتنا واخلاقنا وتعاملاتنا جميل. مع ده خلينا استاذ هاني ندخل بقى معاك بقى على المسرح لان هو البدايه في ساحه المسرح الطليعه اللي هي قدام سوق العتبه وبعدين بعد كده بندخل المسرح وفي شخصيتين اساسيتين شخصيه المثقف وسيده المنزل او ربه البيت اللي هي بتنتمي للطبقه الوسطى، المثقف ده شخص منعزل بيسمع محمود درويش وبيسمع الخطابات الخاصه بالعراف الاعمى مش عارف ليه مسرحيه اوديب وشخص منعزل وهو بيحب الفنون الرفيعه جدا ازاي بيتعامل هذا الشخص البطل اللي هو محمد عبد الفتاح والمقابل ليه شخصيه الجميله جدا دعاء حمزه اللي بتقوم بدور سيده البيت اللي طول الوقت بتتكلم في التليفون وبتشوف احوال بيتها الشخصيتين دول كانوا ازاي محورين اساسيين في العمل هو العرض فيه يعني خطوط متوازيه كانه بازل كانه صوره بتتكون على مدار العرض وده صعوبه تكوين العرض وده اللي خد وقت في صناعه العمل يعني محمد عبد الفتاح بيمثل نموذج الثقافه والفنون الراقيه دي مره بيعمل رسام مره بيعمل شاعر مره بيعمل مثقف مفكر مره بيعمل محاضر في الفلسفه مره بيعمل عازف كمان مره بيعمل ممثل لكن كل ده في اطار غرفه منعزله عاليه كأنها في جزيره منعزله عن المحيط الباقي <applause> اما دعاء فبتمثل سيده منزل مهووسه بالاستهلاك وخايفه من المستقبل فقاعده تخزن بضايع بتفرج على اخبار الحرب في روسيا والسودان وفلسطين والاسعار بتغلى ومهووسه بانه الدنيا هتغلى فلازم اخزن مضايف فقاعده تتصل بالسوبر ماركت تطلب حاجات مش محتاجاها وتقعد تخزن في كراتين، قاعده تتصل بالصيدليه تطلب ادويه مش محتاجاها وتخزن، قاعده يعني قاعده تامن مستقبلها حسب وجهه نظرها. انتوا رحتوا لناس بتسمع نوع من الاغاني مختلف تماما ونوع من الفنون زي ما انت قلت هو نوع واحد وهو الكوميدي من ناس بتسمع هات الدكتور عشان يخيط او غيره من الاغاني مش شعبي ما بقتش شعبي بقت مهرجانات واحنا ما بنقللش منها لكن هو نوع مختلف تماما من الموسيقى وخلينا نقول بقى في منها كتير قوي متدني شويه مش بتكلم على حاجه معينه لكن بعض المهرجانات ما ذوقها الفني متدني شويه حتى الكوميديا اللي بقينا نشوفها كتير قوي ما بقتش طليق بالجمهور المصري علاقه ده ايه علاقه ده ايه بتدني الذوق العام عامه وهل النهارده النوع ده من الفنون يقدر يساهم مره تانية في رفع او في يعني تعديل الذوق العام؟ وفي ارتباط قوي بين الذوق الفني وبين الاخلاق والسلوكيات في الحياه يعني زمان كانوا العمال وهم بيشتغلوا بيسمعوا قصايد ام كلثوم كانوا بيمشوا يغنوا هل راى الحب سكارى وقد يكونوا مش فاهمين قوي اللغه العربيه الفصحى لكن كانوا بيستمتعوا وبيتذوقوا قصايد ام كلثوم كان الغنى الشعبي عبد المطلب ومحمد رشدي الكلمات كانت راقيه ورقيقه وفيها افكار وفيها يعني معاني عظيمه دلوقتي يعني مش بنتكلم على نوع الموسيقى قد ما بنتكلم على الكلام والافكار اللي مش راقيه اللي بتطرح في كتير من الاغاني المهرجانات وعلى شكلتها فاللي احنا عملناه ان احنا عملنا مقابله بين الفنون النخبويه دي والافكار والفلسفات والاشعار والذوق العام دلوقتي فهو ده موضوع العرض بدون تعالي على الشعبيين او سخريه من المثقف المنعزل ولا حتى سخريه من ست البيت المشغوله جميل. بالاستهلاك والتخزين هي, هي لقطات من الحياه لقطات احنا بنعيشها كل يوم بعدين يعني انا ابقى حي ذكاء كمان في الاختيار سواء لهذا الموضوع او كمان مسرحيه انا هاملت انا شفت مسرحيه انا هاملت استاذني اقدم تجربه جميله جدا انه حد نازل مترو الانفاق شاب كده فشاف روايه مسرحيه هاملت الشهيره فقرا الروايه فمره واحده كل الناس اللي راكبين معاه عربيه المترو تحولوا للشخصيات الموجوده في هاملة الله فدي احييك على الخيال فيها وبعدين احييك على فكره اننا بنقرب الحاجات النصوص الجميله دي للناس احنا عايزين الناس تحب المسرح تاني يعني الشباب يحبوا المسرح لازم يلاقوا فيه الحاجه اللي بيحبوها فالشغل او الطريقه دي بتشتغل بيها ازاي؟ هو الفكرة أول سؤال بسأله لنفسي أنا عايز أقول إيه؟ طب مين الجمهور المستهدف؟ فأنا بعمل منتج، المنتج ده رايح لمين؟ هل المنتج ده يهمه ولا ما يهموش؟ هي هيلاقي نفسه فيه ولا مش هيلاقي نفسه فيه؟ هيستمتع ولا لا؟ لازم أولاً يكون في فكر، لازم يكون في قضية تهم المتفرج تاني حاجه لازم يكون فيه متعه سمعيه وبصريه حتى لو انا بتكلم عن الصخب والدوشه والتلوث لازم اعملها بشكل ارتستيك ما بقاش بنقل التلوث على المسرح ابقى عملت ايه ما هم شايفينه في الشارع فالفكره انه لازم يكون فيه ايقاع منضبط جدا كانه لحن بي بيسمعوه طول الوقت لازم يكون فيه متعه تشكيليه لازم يكون فيه متعه بصريه طول الوقت يعني احنا حابين بس عشان أوه. اللي عايز يتفرج على العرض العرض ده لحد امتى العرض موجود يوميا ما عدا الاثنين والثلاثاء أه 9 مساء في مسرح الطليعه في العتبة احنا حابين نشوف كمان العروض دي على التلفزيون تذاع يعني لازم ان احنا ناس اكتر يتفرجوا عليها ويشوفوها الناس اللي ما تقدرش تحضر بشكرك المخرج هاني عفيفي كل الشكر ليك شكر 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 شكرا انا وشرفتنا استاذ هاني دعوه طبعا لمشاهده آه عرض اوبرا عتبة كل يوم من الساعه تسعه مساء على مسرح الطليعه بميدان العتبه